الله الرحمن الرحيم آية من القرآن الحكيم وإذا مرضت فهو يشفين. كل أمور الكون بيد الله، قسم منها فيها أسباب ظاهرة، أما القسم الثاني بيد الله. الأمور الكونية كلها بيد الله تعالى، الصحة والمرض والغنى والفقر والعزة وغير العزة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، كل شيء بيد الله تعالى. وإنما الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا دنيا أسباب، يعني نصف الأمور أسباب، نصف الأمور بيد الله. إني وأنت نصبح مريضين لا سمح الله، واجب نراجع الطبيب، الطبيب محاذق وفاهم ويعطينا الدواء، لكن هل هذا الدواء يشفي؟ مقطعي، لأنه إذا كان قطعيا كانت كل المستشفيات وكل الأطباء الفاهمين وكل الأدوية الجيدة كانت تشفي. مقطعي هذا الشيء، صحيح واجب بالمئة خمسين هم تشفي أو بالمئة سبعين أو بالمئة تسعين، لكن بالمئة مئة لا، هذا الشيء مو موجود. وإنما الله سبحانه وتعالى جعل نوعا من الأشياء بيده ونوعا من الأشياء بيد الإنسان، نوعان. الزراعة أنت تزرع وتكرم وتسقي الماء وكل شيء، أحيانا ما يطلع الزرع، أحيانا ما يطلع الزرع الحسن، أحيانا يطلع الزرع ويكون حسنا ثم يأتي فرد عاصفة شديدة، تأتي عاصفة شديدة أو يأتي الجراد أو فرد برد شديد أو حر شديد وكله يذهب هدرا مدرا، بيد من هذا؟ بعض السنوات تنزل الأمطار الكثيرة فتجري الأودية فرد جري هائل، أودية يعني الأنهار تسمى وادي. بعض السنوات لا تنزل الأمطار، الآن هالشكل في كل العالم، في كل العالم، حتى في الاتحاد السوفيتي اللي عندهم تقني كلش مهم، تقنية مهمة، مع ذلك بعض السنوات ما عندهم حنطة لأن ما نزلت أمطار زائدة أو ما نزلت مثلا أنه هذا الثلج الذي في الصيف يصبح شطا وماء، ما عندهم هذا الشيء. وإذا مرضت، ولذا على الإنسان في كل حاجاته شيئان، الشيء الأول يروح على السبب، الشيء الثاني يتوكل على الله. في القرآن الحكيم الله تعالى يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ذهبت إلى الطبيب، من ألقن الطبيب هذا الشيء؟ لعل الطبيب ما فهم مرضك، مرضك موجود والدواء موجود والطبيب حاذق، لكن الطبيب ما فهم هذا المرض، ما شخص، ما طبق. هذول اللي يصطدمون سياراتهم، انت لبالك فرد واحد في العالم عاقل يحب اصطدام سيارته؟ مستحيل، الا مجنون عاقل ما. لكن شو بيصير؟ فرد مرة ذكري يروح غير مكان من غير اختياره، فرد مرة تأتيه عارضة من غير اختياره، ولا اكو فرد واحد يحب اصطدام سيارته في العالم؟ في كل العالم لا تجد حتى واحد، قلت إلا مجنون، ومجنون ما يسوق سيارة، شيء طبيعي. فهذا الشيء الذي ليس بيدك وليس بيدي يجب علينا الاستعانة بالله. في وينا نمسا، هذا نمسا من البلاد المتحضرة قديما، يعني قسم من البلاد تحضرت قديما مثل نمسا ومثل بريطانيا، وبريطانيا أقدم من الكل تقريبا، وبعدين فرنسا وبعدين أمريكا وما أشبه. نمسا من البلاد المتحضرة قديما، يعني نوعا ما قديما. يابان بلاد متحضرة جديدا، ما يقارب 100 سنة تحضرت يابان، أما بريطانيا 700 سنة،
أمريكا 200 سنة. في نمسا في المستشفى للولادة كانت ردحتان، ردح للأطباء الرجال يولدون النساء، وردح الأطباء الطبيبات النساء يولدن النساء. يعني قسمين، قسم دكاترة رجال يولدون وقسم دكاترة نساء يولدنا. ردحتان، ردح هنا وردح هناك. كل واحد يحب توليد الرجال لزوجته يجيبها هنا، كل واحد يحب توليد النساء لزوجته يوديها هناك، حسب الذوق بعد. ردحتان، ثم هناك بعضهم حرام وحلال وكذا ومثلنا، هم مو هالشكل. فهذول هاي القصة مال قبل 350 سنة تقريبا، قبل باستور القصة. من عجيب الأمر أنه كل مرأة يجيبوها للرجال تموت، يولدها وبعد يوم يومين 3 أيام 4 أيام تموت. كل مرأة والدة يودوها للنساء تطيب. هذا فرد شيء عجيب، لماذا هذا الشيء؟ الرجال قدرتهم، وحتى الرجال للولادة أحسن، ولو هذا حرام شرعا مو جائز، لكن الرجال أقدر، لأن النساء عاطفيات، والعاطفة في الأعمال الجراحية في أعمال الولادية متفيد، وإنما يحتاج إلى نوع من الخشونة. ولذا تشوف في الغرب وفي الشرق الذين هم عندهم رجال ونساء متساوون، النساء قليلا ما يعاشرون الجراحات، الأمور الجراحية، عمليات ما يسوون. لماذا هذا الشيء؟ مع العلم طبيبات وخريجات وفاهمات ودكتورات، لكن ما يسوون عمليات، لأن العملية تحتاج إلى شنو؟ إلى نوع صعب من النفسية القوية، بخلاف الأمور مثلا مثل أمور مثل جراحة، مثل أشياء بسيطة، هذه النساء لها أحسن من جهة العاطفية. فهذول كانوا يجيبون قسم منهم يريدون الرجال، يجيبون للرجال ولادتهم، الرجال وقت اللي يولدون بعد يوم يومين 3 أيام 4 أيام 5 أيام أسبوع يموت، تموت المرأة. يعني فرد فترة هالشكل صارت، يودون للردها النسائية متموت المرأة. طبيعي يعني موت بالمفروض 105 3 2، يعني مو شيء موت ذريع. هذا صار سبب تعجب هؤلاء، سووا اجتماعات، سووا كونفرنسات، سووا ما ادري مؤتمرات، لماذا هذا الشيء؟ كل تحليل ما كل الموضوع. اخيرا فر الطبيب، قلت هذه القصه قبل باستور، باستور اول مكتشف للميكروب من الغربيين، أول مكتشف للميكروب من المسلمين هو عبارة عن الإمام زين العابدين، ولا نسميه مكتشفا لأن الإمام علمه متصل بعلم الله تعالى. وباستور يقول إن اكتشفت الميكروب من قول علي بن الحسين، هو يقول في دعاية الصحيفة السجادية أكو فرد كلمة للإمام تكشف الكلمة عن وجود ميكروب، ويقولون إن الشيء الذي سبب أن باستور الطبيب، ويقين في كتب المدرسية شايفين تصويره وشايفين تفاصيل باستور، لأن هذا الرجل أوجد في عالم الطب فرد انقلاب بكشفه الميكروب، قبله ما كان الميكروب مكتشف. شاهد، هاي قصة قبل 50 سنة من باستور، باستور ما يقارب 300 سنة تقريبا. فهذا صار عجب هؤلاء. فرد دكتور رئيس المستشفى، رئيس المستشفى فرد الدكتور فاهم كبير، هذا الرجل بعد الفحص والتحليل آخر ما يصير الرجل دواء شفاء ولادته، كل شيء على موازين الطب، والمرأة نفس الشيء، مقتضى القاعدة إما الرجال أكثر وإنما متساوي، أما هؤلاء أقل. شيء عجيب، يعني أن الرجال أقل قلة فظيعة. أفرض النساء يولدون بالمية 100 3 5 يموتون، الرجال يولدون بالمية 100 90 يموتون 80 يموتون، فرد نسبة جدا عالية.
أخيرا الدكتور قال السبب، هذا الدكتور المسيطر على المستشفى قال السبب أنه هؤلاء الدكاترة يروحون إلى تشريح جثث الأموات. أكو في المستشفيات ردحات خاصة لتشريح جثث الأموات، يروحون إلى تشريح جثث الأموات فينتقل شيء ما من جثث الأموات إلى أجسام هؤلاء وأيديهم، وهذا هو يسبب موت المرأة في النفاس. بينما الدكتورات ما يروحون، ما عندهم تشريح جثث الأموات فما ينتقل. نقدوه فرد نقد ذريع الأطباء، نقد شنو هذا الحاج ينتقل فرد شي من الميت إلى هذا الإنسان ثم هذا يسبب موت المرأة. نقدوه نقدا ذريعا وهاجمته الصحف الوينية يعني نمساوية وكذا وكذا وكذا، حتى رمي بالجنون وأدخل في مستشفى الأعصاب ومات على أثر ذلك هذا الرجل العظيم. وبعد 50 سنة جاء باستر واكتشف على أنه في جثة الميت بعد موته تحصل ميكروب تسمى بالميكروبات العنقودية، إلى اليوم اسم هذا الميكروبات العنقودية، لأن مثل العنقود، سامعين القنابل العنقودية في جنوب لبنان استعملوها، تدرون يعني شنو القنابل العنقودية؟ القنابل العنقودية يعني فرد شيء ما يقارب 200 كيلو و300 كيلو وزن القنبلة، هاي 300 كيلو و200 كيلو و250 كيلو، هذا وزن القنبلة. هذا مو قنبلة واحدة، 200 قنبلة، كل قنبلة كيلو تقريبا، 200 قنبلة 300 قنبلة كلها مربوطة بحبل، وهذا الحبل يشبه العنقود، يعني أنه هذه القنابل العنقودية والتي استعملته اليهود والمحرمة دوليا استعمالها، هذا مثل عنقود لكن 200 كيلو 300 كيلو أحيانا 500 كيلو. فكل كيلو أو كل نصف كيلو أو كل كيلو وربع، لا تربع الكيلو قنبلة، لكن كلها مربوطة. يجون شي يسوون هذه القنبلة، أفرض لا سمح الله والعياذ بالله فرد منطقة فيها أهل بالسكان الكثيرين، هذه يذبوها هناك، الطائرات الضخمة تأتي وتذب هذه القنبلة في هذه المنطقة، وإذا هذه القنبلة العنقودية إذا سقطت على الأرض كل قنبلة من هذن تنفجر إلى جهة. أحيانا تشوف فرد قنبلة عنقودية تقتل لك 200 300 واحد 500 واحد حسب الكثافة السكانية، الكثافة السكانية وين شلون أكو مثلا أفرض حسب الكثافة السكانية، أحيانا فرد قنبلة عنقودية تقتل لك 1000 إنسان، وهذا محرم دوليا. لماذا محرم دوليا؟ لأن هذا تستعمل في مكانات أهل بالسكان، وأهل بالسكان ما يجوز قانونا دوليا أن يقتلون، لأن الجيش يقتلون، جيش يضرب جيش، نعم عند الجيش وعند الاضطرار يستعملون هذا الشيء القنبلة العنقودية، ولذا صار صياح في العالم ضد إسرائيل حول استعمال القنابل العنقودية في جنوب لبنان وما أشبه. جاء باستور واكتشف على أنه في جثة الإنسان الميت، يعني إذا أنا متت بعد يوم بعد 15 ساعة بعد 14 ساعة يولد في جثة كل ميت من هذه القنبلة العنقودية، مو قنبلة، الميكروب العنقودي، يعني عدة ميكروبات 10,000 10 ملايين ما أدري إيش كثر، هذني شبه العنقود. إلى الآن الآن إذا رحت إلى المستشفى وقعدت تحت المجهر تشوف هذا الشيء بعينك، هذا الميكروب مثل العنقود، يعني حبل أكو وأكو أغصان وأكو على الأغصان ألوف الميكروبات الصغيرة الناشئة من جثة الميت. ما أدري يا واحد منكم، يمكن أنتم كلكم ما شايفين هذا الشيء، أنا شفت ولعل الكبار شايفين هذا الشيء. سابقا البنات الصغار كان يصير في رؤوسهم صئبان، صئبان صئبان يسمى القنبلة الصغيرة تسمى صئبان، هذه الصئبان هالشكل كانت، يعني تشوف فرد طاقة من الشعرة فرد 50 من الصئبان الصغار
والتي تصبح في المستقبل كل واحدة شنو؟ قنبلة. فهذا اكتشف على أن جسم الميت فيه بعد موته بعد مدة يولد فيه الميكروب الأنقودي، وهذا الميكروب الأنقودي إذا دخل الجرح سبب الموت. هل أطباء مال ردحة الولادة كانوا يشرحون جثث الأموات؟ هم مو الميت مال اليوم، لعله مال البارحة، مع له مال قبل 5 أيام، مال 10 أيام أكثر أم أقل. فكانت تولد في هذا الميت هذه الميكروبات الأنقودية. هذا الدكتور يتعدى إليه، يروح يولد، يدخل في رحم المرأة هذا الميكروب، أو يدخل مثلا إذا جرحوها حتى يخرج الولد في جرح المرأة، بعد أسبوع، بعد يومين، بعد 3 أيام، بعد 4 أيام تموت في أمان الله. ولذا جعل هذا الرجل، يعني هذا الرجل الذي رمي بالجنون وأدخل مستشفى الأعصاب ومات على أثر هذا الشيء، والذي اكتشف هذا الشيء بلا اكتشاف الميكروب، لأن هو اكتشفه بدون قبل اكتشاف الميكروب، جعل هذا الرجل من أعظم رجال الطب. وصار قرار أن المولدين للمرأة من نساء أو رجال لم يعاشروا ميتا أبدا، مو أبدا يعني لا قبل 50 سنة، لا، يعني قبل مدة عند الميت وإيد ملوثة بالميت ويأتي ويولد، لا يجوز هذا الشيء قانونا أبدا. الآن في كل العالم هذا قانون أكو موجود. هل هذا الشيء الواضح؟ احنا صار عندنا ولد في كربلاء، ولد صغير، بعد شويه صار عندك قزاز، على صراحه انا شخصيا صار عندك قزاز سميناه علي، جسمك كان يرتعش، ودينا للمستشفى قالوا كل علاج ممكن، قالوا لان المولده كانت وسخه، الوساخه سرت الى الولد وهذا الولد يموت، وحقيقه مات أول الليل، ودين المستشفى صبح مات في أمان الله، ذهب. قال الأم هم أيضا في خطر، لازم فورا تسويه تعقيم، لأنه من الممكن أن هذه المرأة مثلا راحت على ميت أو كذا، أو قبلت إنسان ميت أو ما أشبه، وسرت هذه الميكروب الأنقودية منه من الميت إلى هذه المرأة المولدة، وسبب موت طفل وأطفال. الشفاء، الدواء، العلاج نصفه مربوط بالله بطبيعة الحال، نقول نصفه حيث أن النصف الثاني أسباب نقصد، والأسباب أيضا مربوطة بالله، يعني أن الإنسان إذا أصبح مريض ما يروح يم الطبيب غلط، يروح يم الطبيب ويعتمد على الطبيب وحده غلط، يروح عند الطبيب ويعتمد على الله، لأنه من أين أن هذا الطبيب فرضا أنه بلا مبالاة صاير عد فرد ميكروب، والميكروب تعدى إلى هذا الإنسان المريض، من أين؟ من أين ما اشتبه في الدواء؟ كان عد فرد صديق في النجف شيخ في مدرسة أخوند الكبرى، يعني أخوندي ما أقصد صديق يعني بالمية صديق، ما زندراني خوش شيخ كان، هذا تمرض أكو في النجف مدارس الأخوند، أخوند أحد علمائنا قبل 60 سنة، أحد العلماء الكبار، ثلاث مدارس أسس في النجف، مدرسة أخوند الكبرى، مدرسة أخوند الوسطى، مدرسة أخوند الصغرى، ثلاث مدارس أكو، وتسمى إحداها بمدرسة أخوند الكبرى، مدرسة ضخمة في النجف الأشرف. هذا الشيخ هناك كان، هذا تمرض، مرض وأخذ يصفر وجهه إصفرار، أطباء نجف، هذا قبل 15-16 سنة. راجع كل الأطباء، أطباء قالوا من يفهم اعتمر أضغ شنو؟ من يدري؟ هذا من القلب، من الرئة، من الكبد، من الكلية، من المعدة، من الاثنى عشرية، من القولون، من يدري من يدري؟ اطوه فلوس علماء راح إلى بغداد، عدوا الأطباء وعطوا دواء كيس هالكبرى وما يفيد أبدا، أطباء حاذقين يفهمون ما يفهمون، يعني هم فاهمين ما يفهمون المرض، يعني ما يصير علاج، ما يصير فائد. أخير شيء أطباء بغداد هم عجزوا عنه، يعني ما أعطوا نتيجة. جماعة قال لي روح إلى طهران، أكون في طهران أحسن المستشفيات، مستشفى الشوراوي،
بس انا ما ادري حقيقه هو احسن المستشفيات ولا في لعله دعايه ايضا. لكن اليوم قال له احسن المستشفيات مستشفى الشوروي، يعني مستشفى الاتحاد السوفيتي، اكو عنده مستشفى في طهران، راجع هذا المستشفى وهذا لعله فيه العلاج لك. راح له المستشفى، هم ميزوا على ان المرض من كبده، وحتى ضربوا على كبده شيء يسمى بمبو، بالاصطلاح العربي العراقي يسمى بمبو، انا ما ادري بالاصطلاح العلمي شنو اسمه. بمبو يعني شنو بالجمارك؟ اكو يقين استاذ عبد العزيز وحجي ابو عزيز هذول يدرون هذا الشيء. اي تجار عندهم هذا الشيء وبالجمارك عندهم. انا شايف في كربلاء هوايه هذا فريشة حديده طويله مثل القلم، لكن في داخله فارغ وعلى راسه شويه حاد، فهذا قنية يجيبون، هذا قنية شكر، قنية عدس، قنية ماش، قنية أرز، مو معلوم، صاحبه يقول ماش لعله أرز، هذا يخلوه بمبو عليه يضربوه يطلعون قسم منه يشوفون عدس أو ماش يقولون زين، هذا يسمى بمبو، في العراق يسموه بمبو، هنا ما أدري شنو يسموه. فهذا في مستشفى الشوروي ضربوا إلى كبده بمبو وطلعوا قسم من كبده وحللوا وعرفوا المرض على صلاحه وطوا دواء وما فات. اخر شيء مستشفى الشوروي قالوا له انك شيخنا تموت، روح في منطقة حواها زينة ما زينة على كيفك عدد تموت، هذا هو هذا مو معلوم 6 أشهر بعد 3 أشهر بعد 5 أشهر بعد 10 أشهر بعد. كان فرد واحد من اصدقائنا راح الى لندن قبل مدة، هم قالوا له تموت، اجي هنا وما مات والحمد لله رب العالمين. وبارحة يا سيد هاشم نحن كنا ابو عدلان مكان كان هناك وصحته كلش زينة. ايه اخو السيد بالي بال الشاهد على انه قال له انت تموت عمي، قال زين روح على منطقة شوية ماء هواها زينة وبقي هناك حتى تموت. راح الى قرى شيراز، قرية من قرى شيراز هواها لا بأس بها. راح هناك فرد رجل عادي من الأطباء القدامى عطارين، أكو في سوق عطارين أكو، هذا شافه قال شيخنا شبيك أنت هالشكل وجهك أصفر وكذا، قال عمي أنا جاي من العراق وعشرات الأطباء شايفيني وعجزان وما أدري شبية، لا أشتهي أكل لا أشرب وعلى طول الخط أنا في ناقص، واخيرا الاطباء في مستشفى الشوروي قالوا لي انت تموت روح الى قريه ما هواها زينه حتى تموت على مهل 6 أشهر 3 أشهر شهر شهرين أشهر. هذا العطار اللي يعرف شويه طب، عطارين غالبا يعرفون شويه طب قديم، قال له عمي انت كل شيء ما بي هذول كلهم خطانين، انا اقول لك الدواء شنو؟ قال شنو الدواء؟ قال كاسني، ويسمى بالعربي هندباء، فرد شياكو فرد شو اسمه مثل الخس هندباء بالعربي وبالفارسي كاسني، قال اخذ من هذا الهندباء يوميا فرد حفنه واكل، واذا ما تمكنت تاكل اخذ مايه واشربه مايه، وفرد اسبوع استعمله تعال عندي وكل شيء باكل بس اشياء ثقيله لتاكل، زي ماي فروج ما يخالف لك، حليب ما يخالف لك، على ماي برتقال على اشياء ما يخالف بس اشياء ثقيله لتاكل وتعال اسبوع. هذا الشيخ يقول رحت انا شفت ما اتمكن اكل هندبه لان اسنونه ما تشتغل اصلا، لان هالكان رايح حقيقه يموت بعد شهر على اصطلاح اطباء الشورويين، يقول ما اتمكنت اكل، قلت فرد واحد اخذ لي مايه وشربت كلاس، ايه شويه صحتي تحسنت، عصر كلاس ثاني وبالليل ثالث وباشر وعقبه أخذت صحتي تتحسن تتحسن حتى في ظرفية أسبوع تمكنت أن أكل شيئا من الأرز تما. رحت يم ذاك قال هو هذا دواءك أكله، يقول أخذته أكله أولا ما يأكل أشرب بعدين أخذته أكله يوم يومين ثلاث أيام فالشهر أكلته، وإذا كأنه لم يكن شيئا مذكورا، رجع إلى حالته الأولية وصحة جيدة وكل شي ماكو بهندبة وانتهى كل شيء. هذا مو الله، أطباء يفهمون في النجف وفي بغداد وفي كربلاء وفي طهران ما فعلوا دواء، فرد دواء بسيط هندبة كل حفنة 20 فلس 10 فلوس
شافه وعافاه. واحيانا نشوف الأدوية والأطباء والمختبرات والمستشفيات والصيادلة وكل شيء ماكو، أشعة وتحاليل وكل شيء. لذا فهذه الآية الكريمة التي تلوناها وإذا مرضت فهو يشفين، لأنه نصف الأمور أسباب ونصف الأمور التوسل بالله. فرد واحد من أصدقائنا ما أسميه حتى لا يصل لغيبة، فرد ليلة قام في مسجدنا، لعله جماعة يتذكرون وما يتذكرون ما أدري، قال هالليلة في بيت يريد يجيب اسمه اقرأيها أكون أسيا اسمه اسم نفسها، يعني قام في بيت محمد اقرأيها نسي اسمه اسم نفسه نسيها. ها هو شو فرد واحد من الجو قال حجي فلان، قال ايه حجي فلان حجي فلان، وصار ضحك في المسجد. ما يصير هذا الشيء في الحقيقة. الطبيب العالم تسأل منه مسألة ما يجيب باله، كل ما يضغط على فكرة ما يجيب باله. وإذا مرضت فهو يشفين، ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه.